شوط الشلفة الذهبية التي غادرت إلى شقائنا الأعزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. شوط رئيسي آخر مشاهدينا الكرام وشوط ذهبي آخر سيجمعكم مشاهدينا الكرام برمز غالي تماما وهو الخنجر الذهبية، ومن هو أيضا بطل هذه الخنجر من هذه الأسماء المنطلقة التي تحمل في معانيها القوة والتنافس الشريف. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات أنقل الكلمة للزميل عبد الرحمن أحمد أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا عشاق الأصالة أينما كنتم تتابعون هذا النقل الحي والمباشر هنا في هذا اليوم الذي تخصص لسن الجذاع واندفاع أشواط الرموز في هذا المساء الجميل. الأندلس في أول أشواطه هذا المساء نالت الشلفة الذهبية وحملتها إلى دولة الإمارات لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهنا تعلن انطلاقة جديدة تحمل مزيد من القوة ومن التحديات ومن الأسماء التي تعبر عن اندفاع كبير في التنافس على هذا الخنجر الذهبي، أيضا رمز من رموز القوة في اندفاع هذه اللحظات. أرحب بكل الحاضرين على أرضية هذا الميدان، ويسعدني دائما المشاركة هنا برفقة زملائي في ترجمة أشواط هذا المساء وفي كل مساء للأخوة المشاهدين عبر قناة الدوري والكاس وقناة دبي ريسنج، قناة الصحراء وقناة الساعة، وكذلك قناة الهجن هنا بدولة قطر. ننطلق إذن مع اندفاعة هذا الشوط الذي يحمل المزيد، والكل يفكر بالفوز بهذا الخنجر الفضي او الذهبي، هو ذهبي بالفعل بانطلاقه وتحدياته. نسير مع المركز الاول، نطالع من يقود الصدارة ومن يقود الاندفاع في هذه اللحظات. هنا شاهين اللي على المقدمة لهجن الرئاسة بدولة الامارات وبقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي، بينما على ثاني المراكز هناك لابق لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هنا على المركز الثالث يأتي المارد على ثالث المراكز لهجن الرئاسة بدولة الإمارات بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي، بينما على رابع المراكز هنا عجلان على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة ناصر بن مسفر الشهواني، بينما على المركز الخامس هو غياب على المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانه السويدي الذي يعلن تواجده أيضا في دائرة النداء التي تضم الخمسة المراكز الأولى. شوط ما شاء الله يحمل الجديد ويحمل القوة ويحمل التأكيد. هناك المتحدي، هناك الواثق، هناك المرعب، وكذلك هناك الشاطر. ما شاء الله كل هذه الأسماء التي تحمل هذه العناوين وهذه التحديات هنا تسير في هذا أشهر الشعارات المميزة في رياضة الأصايل، رياضة التراث والماضي. ما شاء الله لابق إذا أعلن أنها مشتعلة من بدايتها، أعلن أنه أشعل نار المنافسة هنا في بداية هذا الشوط. لابق لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي يريد أيضا ضم هذه الخنجر الذهبية إلى الشلفة. المركز الثاني تدخل من شاهين السلالة المميزة والمعروفة للأصالة هنا في رياضة الأصالة والأصايل، شاهين لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. شاطر المضمرين هو الذي يتابع ويراقب انطلاقة
هذه اللحظات نص المسافة 3 كيلو. بدأنا بالإعلان ونعلن عن المركز الثالث أيضا في هذه اللحظة. تدخل من المارد الذي خرج من قمقمه خارجا هنا يتابع هذه اللحظات. ما شاء الله المارد لهج الرئاسة بدولة الإمارات، أيضا الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي ما شاء الله بسلالة وبمارد يحتاجه هذا الشوط. عجلان هنا على المركز الرابع في هذه الانطلاقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ناصر بن مسفر الشهواني يلا يا المرعب، مرعب المضمرين ما شاء الله. المركز الخامس يأتي شديد شديد لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا القيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ما شاء الله تبارك الله، الكل يريد الفوز، الكل يريد الانتصار في هذا المهرجان الذي يأتينا سنويا من هنا من هذا المكان من دوحة حمد ومن شحانية تميم بالذات. ما شاء الله الكل يريد الفوز وينتظر حتى الموسم القادم يحمل هذه الذكرى الجميلة لعام كامل ما شاء الله. إذا هنا التحدي والبداية والعودة إلى لابق المتسلم لصدارة هذا الشوط والتحديات، ولابق بالفعل لابق في هذا الاندفاع وفي هذا التواصل. هناك لجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الواثق واثق المضمرين، السلام يريده مرغم ومرغم تريد سلامة. ما شاء الله البداية هو لابق 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 على الصدارة لابق. المركز الثاني شاهين والمركز الثالث المارد الملكية لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشاطر المضمرين السعيد بن شطيط الوهيبي اللي بفعل فارض شطارته وقوته وأدائه المميز في هذه الرياضة وفي هذا المكان بالذات من هذا الميدان ميدان التحدي. المركز الرابع نعود هناك مع البصير على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري رجل الذهب يصل بالبصير هذه المنطقة الجميلة التي هنا في هذه الدولة المميزة دولة قطر. المركز الخامس عجلان على خامس المراكز أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني الذي يعشق التحديات والمنافسات. إذا هذه نداءنا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى حيث لابد من التداول ومعرفة أيضا كيف تسير الأمور في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات القادمة ما شاء الله. إذا هنا البوابة والموقع ألف وميتين يا مضمرين يا متابعين يا عشاق الأصالة أينما كنتم يا مشاهدين تتابعون اللحظات. ولابق لبقها لابق على الصدارة على المركز الأول هنا لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا القيادة لدى الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الله 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 شاهين أعلن المنافسة والتحدي بكل قوة، ولكن المارد بدل المارد هاجم المارد لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي. لابق والمارد المارد ولابق لابق والمارد بيلبقها لابق ولا المارد بيتسلل هناك إلى خط النهاية. ما شاء الله 500 متر ما تحمله اللحظات الأخيرة من هذا التنافس المثير. الله 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 لابق 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 المارد المارد لابق لابق المارد لابق المارد المارد ولابق المارد ولابق المارد تنافس المارد ما شاء الله صعدها المارد تسلل المارد إلى مقدمة هذا الشوط ما شاء الله. يذكرنا بالموسم الماضي في الوثمة ما شاء الله. وهنا هو المارد بالفعل خرج في آخر اللحظات هنا ليكون محطته النهاية. هي خط النهاية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتهانينا أيضا لسعيد بن شطيط الوهيبي. بينما في المركز الثاني لابق لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث هنا هجن العاصفة وهذا شديد أيضا
في المركز الثالث رابع المراكز يتواجد غياب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس المصير ايضا سعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني. ما شاء الله تبارك الله، تهانينا والناموس هناك الى دولة الامارات مباشرة، الى هجن الرئاسة على هذا الفوز وهذا التحدي والفوز بالخنجر رمز القوة والاثارة هنا من هذا المكان الجميل ميدان التحدي. ما شاء الله، اذا المارد هو الذي يسيطر على قمة ادائه في هذه اللحظات ويسجل التوقيت الزمني المميز الذي حمل هذه الانطلاقات. ما شاء الله 9 دقائق 7 ثواني 11 ثانية هو التوقيت الزمني اللي سجله المارد. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتهانينا ايضا لسعيد بن شريط الوهيبي، مشكور يا شاطر، مشكور على هذا الاداء. المركز الثاني كان من نصيب لابق 9 دقائق 8 ثواني وفان وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لهجن العاصمة لسمو الشيخ حمدان بن حمد بن راشد المكتوم، وتهانينا ايضا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثالث ذهب الى شديد، المركز الثالث تهانينا والناموس لهجن العاصمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا ايضا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير. هنا المركز الرابع ايضا غياب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم اللي وصل في رابع المراكز 9 دقائق 14 ثانية 19 جزء من الثاني. هذه اللحظات التي كان بها التسلل للنهائي الذي حمل الفوز والانتصار، حمل انتصار المارد بهذا الشوط القوي ونيله الخنجر الفضية. اذا التواصل مستمر والعودة مشاهدينا متابعين الكرام مع هذه اللحظات الى الزميل سعد بن متلة على العتيبي ليتابع